أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك لتبدأ مغامرتنا هذا اليوم. هذه قصة مخلوق قمري. لقد ولد. سقط إلى كوكب الأرض لنرافقه في رحلته ونلتقي أصدقاءه. أهلاً. ولنتابع مغامراته. فهل أنتم مستعدون؟ الصديق الحقيقي. مللت من هذه الحال. لما لم نصر فراشات بعد؟ أجل، لما لم نصبح فراشات؟ السبب هو أن أجنحتنا أكسل من أن تظهر. أليس لديكما ما تفعلانه سوى الأكل؟ بلى، لدينا الشرب والنوم. ما المضحك؟ لا أدري، أنتما تضحكان وأنا أيضاً. يضحك معنا. هل أنت دودة؟ أنا نحلة. ومن أين أتيت؟ من القمر. وأنتما من أين؟ من نادي المذهلين. أستطيع الانضمام؟ لكنك لست مذهلة. لكن لن نحكم عليك من شكلك. إذن قبلتماني؟ لا، ليس بعد. مرحبا. أهلا. لنقبلك عليك أن تهز الزهرة. هذا سهل جدا. هذا رائع حقا. هل من أحد هنا؟ لا تقلق، تحب الفراشات أن تطير خوفا. حقا؟ اسمع صوت غناء. أليس هذا الصوت جميلا جدا؟ وسيصير أجمل إن هززت الزهرة. ماذا هناك؟ ظننتك أحببت هذا. ماذا سنطلب منه أن يفعل؟ لا أريد النادي، سأنسحب. ألا تريد الانضمام إلينا؟ لا أريد أن أؤذي أحدا. لا تستطيع الانسحاب إلا إن طردناك. إذن هيا اطرداني من فضلكما. لكي نطردك عليك أن يجب عليك سكب الماء. الآن أستطيع الانسحاب؟ هل أنت بخير؟ سكب أحدهم المياه في بيتي. أنا سكبتها في الحفرة. ولما تفعل شيئا كهذا؟ هما أمراني بهذا. أمرك هذان المشاكسان؟ اسمعني يا بني، يجب عليك أن تفكر جيدا قبل التصرف. لا تنفذ أمر هذين انتظر، سأجعل المغفلين يجففان منزلي. كيف حالك؟ الجو جميل أليس كذلك؟ الجو؟ بلى، إنه مشمس. ولكنه ممطر في منزلك. تعلمان لما لم تصبحا فراشتين إلى الآن؟ هذا الأمر ليس من شأنك. هذا صحيح. لكي تصيرا فراشتين عليكما الزحف في جحر دودة الأرض. لن تستطيعا لأن جحري مملوء بالمياه. هات الدلو. لما أمرته بأن يسكب الماء في الجحر؟ ماذا؟ أنت من أمره؟ كانت فكرتك، والآن كفى حديثا واعمل. وقعت في الماء ثانية. مرحبا، كيف أنت؟ أهلا. أشكرك. لدي سؤال، ممكن أتضمني إلى ناديك؟ نادي؟ ليس لدي ناد، لي أصدقاء وأنت منهم. وأنت صديقي أيضا. لننشئ ناديا، ما رأيك؟ فكرة رائعة وسننفذها. أخبرني بوبسي، هل ظهر لي جناح؟ لم يظهر شيء. لن تظهر الأجنحة لأنكما أحمقان حقا، ولا تعلمان أن المرور في الجحر لا علاقة له بظهور الأجنحة. ابتعدا عن منزلي. مرحبا صديقي. أهلا. أهلا وسهلا في نادينا. أي ناد هذا؟ إنه ناد الصداقة يا ويبي. ليس هناك أجمل من الصداقة، لنختر أصدقاءنا بحكمة. أصدقائي، أرجو أن تكون مغامرة اليوم قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهدة الحلقات القادمة.